يعطيكم العافية. اليوم رد توفر عندنا بعض الجنط المميزة من شركة نايتكور، من ضمنهم جنطة النيوبي 10 وأيضا الNRB 10. النيوبي 10 تستعمل للاستخدامات اليومية، تقدر تخلي فيها أغراضك اللي تستخدمها بشكل يومي، راح تكون جدا مفيدة. وبخصوص الNRB 10 راح تكون ممتازة حق الأشياء بالحجم الكبير. طبعا هذه الجنطة تشيل بطارية بحجم 1200 واط من نايت كور، فسعتها راح تكون جدا ممتازة للاستخدامات. لكن احنا اليوم جايبين لكم جنطة جديدة من شركة نايت كور موديل SLB05. بخصوص هذه الجنطة راح يكون معاها العلاق، تقدرون تستخدمونها كسلينج باج للاستخدام او كهاند باج بحجم مناسب. طبعا فيها هذا المكان تقدرون تستخدمون فيه الفيلكرو. من الصوب الخلفي فيها نظام المولي سيستم، وتقدرون تشبكونها على اي جنطة بحجم اكبر. على سبيل المثال عندك جنطة الNRB او جنطة الظهر فيها نظام المولي سيستم، هني مجرد ما تضغط تقدر تفصل هذه القطع، تدخلها بالمولي وتثبتهم على بعض بكل سهولة. فراح تكون يا اما جنطة اساسية للاستخدام في حال الاستخدام اليومي، او جنطة انت حاط فيها اغراض معينة تقدر تثبتها على جنطة أكبر أو على أي مكان مولي وتشيلها وقت الاستخدام. طبعا مجرد ما نبطل الجنطة راح نحصل جيبين خارجيين إذا تحط فيهم أشياء توصلها بسرعة، ومن نبطل السحاب راح يكون فيها مساحة تخزينية 2 لتر بالإضافة إلى جيبين إضافيين من الداخل. طبعا هذه الجناط وتشكيلة ثانية متنوعة متوفرة عندنا بالأفرع سواء بالشويخ أو أسواق الجرين، بالإضافة إلى الأونلاين. بحط لكم لينك للي حاب يطلب من هذه الموديلات، أو تزورون الأفرع وتشوفون كامل التشكيلة. حياكم الله.